وللمتابعة ينضم لنا من شرم الشيخ مراسل الغد أحمد مصطفى. إذا أحمد، يعني اليوم تختتم فعاليات منتدى الشباب بشرم الشيخ، كيف تبدو الصورة العامة أيضا، وما هو صدى ربما لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع بعض وسائل الإعلام الأجنبية وحديثه على أن الجيش يمكن أن يتحرك في حال ما شهدت دول الخليج أو عرفت خطرا؟ بالفعل بعد دقائق قليلة ستبدأ الجلسة الختامية التي من المقرر أن يحضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار ختام منتدى شباب العالم الذي عقد على مدار 4 أيام في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد التقى صباح اليوم عددا من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، وتحدث إليهم عن بعض القضايا المتعلقة بالوطن العربي وأيضا القضايا المتعلقة بالداخل، وأكد لهم على أن أمن الخليج هو من أمن مصر، وأن مصر مستعدة لتحريك جيشها حال تعرض أمن الخليج للخطر. وهناك العديد من التصريحات الأخرى التي خرجت على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الإعلاميين، وللوقوف على تفاصيل أكثر من خلال هذا اللقاء مع المهندس حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل الوطن. أرحب بك مهندس حسام في البداية، واسمح لي أسأل حضرتك عن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالإعلاميين اليوم، كيف تبعتها وخصوصا فيما يتعلق بالجزء الذي تحدث فيه عن أمن الخليج وعن مطالبة إيران بالكف عن التدخل في شؤون دول الخليج؟ يعني الرئيس السيسي هو بيتكلم بصراحة مطلقة، ورئيسنا هو بيتكلم بيبقى عارف نبض شعبه، نبض الشعب المصري، وبالتالي وهو بيتكلم على أمن الخليج وأي حاجة تخص أمن الخليج فهي تخص أمن مصر، ده نبض الشارع المصري. يعني قبل ما يبقى كلام رئيسنا هو نبض الشارع المصري، فهو في هذا الأمر هو أمر حاسم بالنسبة للقيادة السياسية وبالنسبة للشعب المصري. تدخل إيراني، الحقيقة إحنا دايما بنشوف التدخل الإيراني ومحاولة الهيمنة، هيمنة مش مفهومة، هيمنة جاية من تاريخ قديم برضو مش مفهوم، تاريخ عمره ما هيتكرر، وبالتالي دايما بتظهر وبيظهر مشاكل كثيرة في الدول العربية بيبقى وراها دايما تدخل إيراني. نتمنى إيران قوة ودولة كبيرة، نتمنى دايما أن إيران تبقى على علاقات طيبة مع العالم العربي، إحنا محتاجين كده وهم محتاجين أكتر مننا كده، وفي الأول والآخر الاحترام يبقى متبادل، ولا الجميع والكل باحترامه، ولا تدخل في شؤون أي دولة في دولة أخرى. يعني الرئيس السيسي دائما ما يؤكد في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية دائما على أن مصر تقف بجانب أشقائها وتدعمهم في أي قرار يتخذونه، كيف ترى تصريحات الرئيس اليوم في هذا السياق وما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ يعني الرئيس موضح موقفه اللي هو موقف مصر اللي هو لم يتغير الحقيقة من زمان، وأنا حضرت برضه في الافتتاح ما كان الرئيس بيتكلم وشاب فلسطيني كان بيقول له سيد الرئيس ادخل ودعمه، الدعم المصري كامل، بس سيد الرئيس قال حاجة برضو صح، على الفلسطينيين أن يتوحدوا، على الفلسطينيين أن يتوحدوا حول قيادة واحدة، وبالتالي الأطراف الأخرى ومنها الأخت مصر أو الدولة تقدر تساعد، إنما المساعدة بتبقى منقوصة دايما لو ما فيش توحد فلسطيني. فالمطالبة الأول للشعب الفلسطيني بالتوحد، والمطالبة الأشقاء العرب ومنهم مصر بالمساعدة، وده وضع طبيعي لأن فلسطين هي أرض عربية. أيضا خلال اللقاء مع الإعلاميين أكد الرئيس المصري على أن وسائل الإعلام المحلية عليها أن تقدم الصورة الحقيقية إلى المواطن المصري من خلال ما يتعلق بالإنجازات. تحدث الرئيس المصري على أن التنمية، معدل التنمية في مصر ربما هو الأعلى في العالم خلال السنوات الماضية، هل هذا الحديث من الرئيس المصري يأتي بسبب ضعف الإعلام المصري في توصيل الرسالة للمواطن المصري بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة؟ الحقيقة احنا كان بينقصنا التسويق، زي ما بنتكلم بصراحة كده، التسويق لإنجازات، مش تسويق بمعنى ان احنا بنعمل دعاية لحاجة ما اتعملتش، انما ببساطة احنا بلد من 4 سنين كنا بنعاني من الطاقة وما عندناش كهرباء، بعد 4 سنين بس بقى عندنا فائض في الكهرباء. من 4 سنين ما كناش نقدر نقول للمستثمر تعالى طب ما تحاول تبني مصنع، يبني مصنع من غير كهرباء. من 4 سنين ما كانش عندنا هذه الطرق، اتعمل في الـ4 سنين ده 3000 كيلو. احنا كنا بنفتخر ان عندنا كوبري اكتوبر،
يعني كوبري اكتوبر، نفق الازهر، كوبري دلوقتي عندنا 3300 كيلو، عندنا مواني، عندنا مطارات، عندنا كل البنيه التحتيه اللي اتحطت فيها انجازات. حتى العاصمه الاداريه اللي الاوقات الناس تتكلم عليها ما كلفتش الدوله حاجه، ده يعني حاجه اتعمل. في حاجه خطيره قوي ممكن الاعلام ما كانش واخد باله منها، لو ما كانش كم المباني اتعملت في هذه الفتره كان هيبقى عندنا بطاله غير عاديه. شكرا جزيلا للمهندس حسام الخولي الامين العام لحزب مستقبل الوطن. يعني ويبقى هناك العديد من التوصيات التي ينتظرها الجميع من ما شاركوا في هذا المنتدى الذي سيخرج بتوصياته بعد قليل بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا لك مراسل الغد احمد مصطفى ولضيفك الكريم من شرم الشيخ.